السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. صوبت اليوم هذه الحليوه وبغيت نشاركها معكم. 250 غرام ديال الزبده، وكنحتاجوا كاس ديال السكر كلاصي او سكر بودره. كنخلطوهم مزيان حتى كينسجم لنا الخليط ديالنا، وكنزيدوا المكونات الجافه الاخرى. ومن بعد كنضيف صفار بيضه، من بعد كنزيدو جوج معالق ديال النشا، وكنضيفو نص خماره الحلويات، وكنمزجو الكل جيدا حتى ينسجم لينا الخليط. وكنزيدو جوج معالق ديال الكاكاو المر، من بعد كنضيفو الدقيق شويه بشويه حتى كينسجم لينا العجين وكيتجمع وكيولي في الشكل المرغوب فيه. من بعد ما جمعت العجين ديالي كيجي على هذا الشكل، هذا كيجي رطب شويه. كنديرو في بلاستيك ونخليه في الثلاجه لمده ديال ربع ساعه، وعاد نرجعو نشكلو العجين ديالنا. من بعد ما كيرتاح ليا العجين كناخدو نديرو في وسط بلاستيك بهذه الطريقه اللي كتشوفوا معايا، وكنطلقو بالدلاك حتى كيولي السمك ديالو رقيق وما يكونش رقيق بزاف باش ما يتهرسش لينا في الفرن. من بعد ما طلقت العجين ديالي على هذا الشكل هذا اللي كتشوفوا معايا، كناخد المرشم اللي اختاريته بشكل دائري وكنشكل به كاع العجين ديالي. من بعد ما طلقت العجين ديالي الثانيه، كناخذ المرشم اللي فايت لي شكلت به في الاول، وكناخذ مرشم صغر منه وكندير فيه ثقب في الوسط، وكنهزو بشويه باش ما يتهرش معايا، وكنديرو في لاطه الفرن.
من بعد ما طابت العجينه ديال الصابلي ديالنا كتجي على هذا الشكل هذا. كيف ما كتلاحظوا معايا ما تنفخات ما تعوجات كيف ما حطيتها بقات. ودابا غادي ندوزو باش نصاوبو التلصيقه باش نلصق الصابلي ديالي. كناخد جوج معالق ديال العسل وكنديرهم يسخنوا فوق نار مهيله وكنزيد عليهم 5 قطع ديال الشوكولاته الابيض. ومن بعد كندوز نلصق العجين ديالي بالعسل او النبطاج اللي كان عندكم كنلصق وحده مع وحده بهذا الشكل اللي كتشوفوا معايا حتى كنسالي الكميه ديالي كامله. بالنسبه للتلصيقه اللي كنوجد معكم كتجي زوينه بزاف وممكن ديروا لها اي مذاق واي لون. رفيت لي وجدتها معكم في فيديو سابق. هذا هو الشكل ديال التلصيقه ديالي. كناخذها وكنعمر بها كاع الفراغات اللي عندي في الصابلي ديالي على هذا الشكل هذا اللي كتشوفوا معايا. من بعد كناخذ الحلوه ديالي وكنغطسها في الشوكولاته الاسود اللي فايت لي ذوبته في حمام مريم على هذا الشكل هذا اللي كتشوفوا معايا. وانتوما زينوها باش ما بغيتوا، يا اما بخطوط الشوكولاته البيضاء اولا بحجيرات بالالوان. هذا هو الشكل النهائي ديال الحلوه ديالي كتجي على هذا الشكل هذا. كنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها.